تحية إلى كل مشاهدين الكرام، مشاهدي تلفزيون دولة الكويت بكل قنواته، ونخص بالذكر مشاهدي الكرام ومتابعي برنامج الديوان. نقول حياكم الله وسعداء بمتابعتكم لهذا البرنامج، وهذه التحية أنقلها لكم من أصحاب الديوان. البداية لابد الترحيب حقيقة بأصحاب الديوان، ولكن اليوم التحية خاصة. زين، نقول الحمد لله يا أبو سعود على السلامة، وتقبل الله طاعتك، بعد عودك سالما غانما إن شاء الله من الأراضي المقدسة بعد أداء العمرة. حياك الله أبو سعود، الحمد لله على السلامة، وألف ألف مبروك حقيقة على أداء العمرة. بارك فيك، الحمد لله. والله والله الحمد، يعني كان حاجزين حنا من وقت، يعني صار لنا مدة طويلة حاجزين هالأسبوع، يعني يمع سبت أحد أثنين يوم واصل إن شاء الله. الحرم مفول حده، يعني عقب الفيز صارت حق العالم كله الأونلاين، بالأونلاين شوف من كل دول العالم ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني لأول مرة أنا حتى أيام الحج ما كانت مثل هالأيام هذه. شلون التسهيلات أبو سعود؟ نعم. شلون التسهيلات من مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى مكة المكرمة؟ أخذت يعني بالقطار ولا ما لا والله بالسيارة، إحنا مجموعة. نعم. وصلنا يعني على الجزيرة والله طلعنا ولا السيارة العودة هذه الكبيرة. نعم. خذنا ودانا ساعة وربع تقريبا، ماكو سهالات حتى في شوارع مكة داخل، ما شاء الله مسهلين الطرق ومخلين العالم بكل مكان ما شاء الله. والله الحمد، يعني طلبنا لك، طلبنا حق الجميع يا ابو مشعل واهل الكويت كلهم، من المريض منهم واللي الحمد لله صاحي، الله يتعب الصحة، والله الحمد. الحمد لله، نسأل الله إن شاء الله القبول يا رب العالمين، وإن شاء الله يا رب العالمين. والتحية حقيقة لأصحاب الديوان، كابتن سعد الحوطي مساك الله بخير يا أبو محمد. حياك الله. يا هلا والله. تشتكي من البرد اليوم؟ برد؟ شلون؟ برد يقول. لا والله برد، دخلتونا انتم الاستديو بارد اليوم الصراحة، وتفاجئنا فيه. عموما الحمد لله على السلامة مسعود، عمرة مقبولة. منا ومنك. إن شاء الله الله يسهلك، إن شاء الله ويسهل حق كل إنسان يروح، إن شاء الله. أبو حمود كنا يقول اللي بيروح بعد كم يوم فترة. إن شاء الله بإذن الله. أي والله، لذلك يا هلا مرحبا بالموجودين كلهم. الله يحييك كابتن فيصل الدخيل، مساك الله بالخير ومرحبا فيك. حياك الله، مسي عليك وعلى الإخوان كلهم المشاهدين، تقبل الله منك يا أبو سعود. الحمد لله على سلامتك. منا ومن. وإن شاء الله عمره مقبولة بإذن الله. قبل لا تروح حق مي، اليوم على بالي أنا وفيصل محمد الحربان برمضان ومشعل الساعة 4:30، فيصل يمرني كيفان ويا محمد الحربان برمضان، نروح ناخذ الطريق هذا كله للأحمدي. والله اليوم للأحمدي للأحمدي زين، ومديش في حيحيل، وحنا رادين للديرة داخل للفطور حقه، فطور حق الفطور هذا الفطور. اي بتقضون الوقت ها، ناخذ الوقت هذا كله، يعني اليوم جاي على بالي هذا. الله يجزيك خير ويعطيك الصحه والعافيه كابتن مؤيد، جزاك الله بخير. الله يمسيك مثل عليك وعلى اصحاب الديوان وشاهدنا الكرام، واقول حق سعود اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل عمرتك ان شاء الله من صالح الاعمال. منا ومنك. ويكفي هذه يمكن روحك الحلوه وابتسامتك ودعواتك لاخوانك في ظهر الغيب. الله يجزيك خير ويمتعك بالصحه والعافيه وطولة العمر، ونشوفك دائما مثل ما عودتنا مبتسم يا ابو سعود. يا رب العالمين، الله يجزيك خير. محمد مساك الله بالخير. ابو مشعل مساك الله بالخير. بنرحب الشباب ونرحب المشاهدين، ونتمنى استمراريه توصل المعلومه اللي يبونها اللي يحبونها ان شاء الله. اليوم قطره حمراء
والله لقيتها على الطريق. محمد سامي الحشام مساك الله بالخير حياك الله. مساك الله بالخير يا ابو سعد، ومسي على مشاهدينا وعلى اخواني متواجدين، ونقول الحمد لله على السلامة يا ابو سعود. هلا مقبول ان شاء الله ابو محمد، منا ومنك ان شاء الله. اذا الله كتب والله ودي يكون عندي عندنا مشروع نحن الجروب البرنامج كلنا كذي نروح سيارة حج العمرة. اي والله سيارة بقيادة سيارة على 800 كيلو. انا سوق والله والنعم سهل الطياره وايد دريوليه في هالاجواء هذه اللي احنا فيها متعه راح تصير، لكن لا تقرب على الصيف راح تدوخ الحين. لا الحين وايد حلو الجو ومتعب ما قال مميز بالنسبه للسياره لما يكون فان وشيء. ليش؟ لانه اعتقد من الكويت الى مكه المكرمه اعتقد كله تشوف المنظر سبحان الله. بعد الله سبحانه وتعالى رزقنا بهذا الخير وهذه الامطار ها الربيع على يمينك ويسارك عجيب. واحنا اقول شباب احنا نقدر يعني الوقت هذا نتحمل تنزل توقف تحرك باذن الله ان شاء الله. اول مشاهد الكرام طبعا محورنا الاول حقيقه عن نتائج مباراه ربع النهائي والفرق المتاهله لنصف النهائي لنهائي كاس سمو امير البلاد حفظ الله ورعاه. اعتقد عندنا تقرير يلا عطنا التقرير. صعد نادي الكويت إلى نصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد تغلبه على السالمية بهدف نظيف. فعلى ملعب الصداقة والسلام كان السجال حاضراً طوال شوطي اللقاء، بيد أن العميد سجل هدف المباراة الوحيد عبر المحترف التونسي ياسين العمري وسط فرحة كويتاوية. وفي اللقاء الثاني أظهر العربي رغبة كبيرة لتحقيق الفوز على النصر بعد أن عول المدرب البوسني سفيكو على طريقة لعب هجومية، وترجم السنوسي الهادي الجرأة الهجومية للأخضر بهدف في الدقيقة 20. وبعدها حاول العناب العودة بالنتيجة إلا أن دفاعات العربي كانت حاضرة، وتأهل القادسية إلى قبل نهائي أغلى البطولات إثر انتصاره على الفحيحيل بركلات الترجيح. وافتتح الأصفر أهداف المباراة في الدقيقة 61 بواسطة الإفواري مامادو سورو، وتعادل الفحيحيل في الدقيقة 70 عن طريق المحترف التونسي يوسف بن سودة. وفي الأشواط الإضافية لم يقدم الطرفين ما يشفع لهما بحسم النتيجة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي أنصفت القادسية بنتيجة 4-3. وحجز كاظما بطاقة المربع الذهبي الأخيرة بعد تفوقه على برغان بهدفين نظيفين. ونجح المحترف الأسباني جاي ديمبلي في تسجيل هدفين متتاليين للسفير في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، ليحمل فريقه إلى مواجهة العربي في الدور قبل النهائي. أبو محمد تفضل مباريات وشناه والحديث عن ربع النهائي مباريات المباريات اللي تابعناها. شوف مشعل، المباريات من ناحية المستوى الفني لحين فقيرة، يعني نقول احنا محتاجة الى حركة اكثر، تناسق اكثر، انسجام اكثر، ولو ان في بعض اللمحات اللي تصدر من بعض اللاعبين يعني تكتيك معين، كرة معينة، تغطية، لكن ما تشاهد المباريات. الجانب الآخر اللي فعلاً يعني إحنا ما زلنا نتكلم عنه الجمهور، جمهور عامل رئيسي اللي يحمس اللاعبين لما نحضر. إحنا خلنا الحين في مبارياتنا، نادي الكويت لعب مباراته الأخيرة مع السالمية، السالمية فريق قوي وفريق كان بإمكانه ينهي المباراة في أول بداية الشوط الأول بنلعبهم جمعة سعيد، لكن ضاعت الكرة من الفنيني أعتقد فعلاً صنع كرة لكن سددها عالي. دفاعنا محتاج إلى ترابط أكثر، تناسق أكثر، الأخطاء يجب أن تقل في مثل هذه المباريات. خط الوسط لحتى الآن ما في اللاعبين المهاريين اللي تعودنا عليهم يمرروا الكرات الخطرة للمهاجمين. الهجوم يبقى هو الشيء اللي نفتقده لحتى الآن، مع أنه يوسف ناصر بيحاول
بيحاول يسوي شيء، يحاول يتحرك يسدد، لكن يفتقد الى نقول احنا المهاره في ضربات الراس الى حتى ساعات التسديد. وهذه مثل ما اقول ما خذاها يمكن احنا نقول في بدايه حياته عشان هو الحين نشوفه يطبقها. لكن عموما مباريات تحتاج انا باعتقادي الى اكثر من هذا. بالنسبه ليوسف ناصب، المدربين عليهم دور كبير. نعم. المدربين عليهم دور كبير بدراسه الفرق، باعطاء لاعبين رغبه باللعب اكثر في المباريات، يعني يحمسونهم انه يلعبون مباريات بقوه اكثر، بانسجام اكثر، ما يحاولون انه يعني تشوف الفريق اول 10 دقائق زين وبعدين يهبط اداء. لا، حالات الفريق وميزه الفريق انه يظل يتحرك طوال شوط المباراه الاول وحتى الارجع الثاني يلعب بقوه اكثر. هذه الامور اعتقد نفتقدها لحتى الان. المدربين عليهم دور كبير في تدريب اللاعبين، في التسديد، في كرات الراس، في التمريرات، الاهداف اللي تضيع السهله من بعض اللاعبين. هذا يجب على المدرب انه يحط اللاعب ويعلمه شلون يسدد لما تجيره بعض الكرات داخل منطقه الجزاء. هذه الامور اذا اللاعب ما يتمرن عليها تجيله في المباراه تتوهق. انا اعتقد اهم شيء انه يكون الفريق كتله واحده، من الدفاع، الوسط، الهجوم، التحرك، التفاهم، التغطية، أعرف زميلي وين رايح، شلون أمرره، محتاج ألعب لك كرة طويلة في لحظة الدفاع يتفاجأ فيها، هذه ما شاهدها. لذلك على حتى الأندية دور كبير إنه يتابعون فرقهم، لكن مباريات في جو بارد قاعد أقول يمكن هذا سبب عدم الحضور الجماهيري، لكن نتمنى المباراة القادمة هذه بطولة كأس الأمير يمكن تحدثنا عنها الأسبوع الماضي. نعم. من أهم البطولات وأغلى البطولات، وهذه اللي إحنا نبي إن تكون فعلا هي ممكن ترفع أداء اللاعبين بالحضور الجماهيري، ترفع أداء اللاعبين باهتمام الإدارات واهتمام المدربين واللاعبين عليهم إن هم يفكرون إن هذه مباريات في إنك راح توصل إلى نهائي، نهائي قالي بالنسبة لك أنت، يجب تثبت جدارتك، تثبت أنت موهبتك، تثبت قدراتك في الملعب. خلونا نشوف احنا الحين على الاقل ما عندنا احنا استحقاقات اخرى، عندك انت هذه البطوله الحين بتوقف نروح حق احنا بطوله نهائي كاس ولي العهد في 6 فبراير. خلونا نشوف لاعبيننا يرجعون في رغبه قويه لعوده نقول الكره مره ثانيه. هذا يمكن اللي اقدر اقوله بالنسبه ل ل ل ما تفضل في ابو محمد سعد الحوطي نقطة حقيقة أثار مهم بالنسبة إلى يوسف ناصر على سبيل المثال. أنا أقول ما ينقصكم كمهاجمين أو رؤوس حربة زين اللي هو يعني صانع الألعاب، يعني لما نتذكر فيصل الدخيل أو العنبري أو جاسم يعقوب أو كل مهاجمين الأوائل كان هناك صانع الألعاب، يمكن هو الذي نفتقده الآن، وإن وجد فهو يعني على استحياء بمعنى. وهو اللي فكره ومحمد كابتن سعيد هذا هو قاعد يقول لك نفتقد اشياء كثيره. نعم. لا الصانع ولا المهاجم او حتى المهاجم ينقسم الى قسمين، في مهاجم موجود في داخل البوكس، في مهاجم هو اللي يكون يقود الفريق من برا، كذلك صانع الالعاب اكو كان في خط الوسط، وكذلك في خط الوسط اكو ناس هي اسلوبها المدافع، ظهير ما عندنا ظهير، يعني مستوى الفرق ما شفناه في اللي طافت مستوى متوسط يعني فيها تماما، لكن تجد بعض المرات في بعض اللاعبين عندهم الحلول الخبره اللي هم كسبوها. في شيء ثاني يعني لما تشوف مثلا انا شفت مباراه الكويت والسالميه. نعم. تشعر يعني في المباراه ان السالميه قريب انه يسجل هدف، ولكن لما تضيع الفرصه هذه مباريات تكسب ما تلعب، في خاصه في مباريات الكؤوس خلاص انتهى. الكويت يعرف كيف يفوز، القادسية نفس الشيء تلقى لعبوا اكسترا تايم لكن يعرف كيف يفوز، وصح ان المستوى مو هذاك الوضع، لكن فيها الشيء الملاحظ انا شفته في المسابقه هذه الاوقات حق المباريات مختلفه، هذه شويه يعني اللي ممكن يعني انت الجمهور مو موجود بعد تغير المواعيد في عملية الوقت، وهذا الوقت
انت لازم تدرس لما تحط ورق مباراة، تدرس حالة الجمهور متى يكون في متواجد اللي يقدر يعني في مباراة تلعب 4:30 وفي مباراة تلعب تقريبا الساعة 8 في التصفيات. فأنا أعتقد هذه شوية خلت، لكن بعامة مستوى المباريات اللي طافت أنا أعتبر مستوى متوسط، والفرق اللي تعرف تفوز هي اللي فازت، ولكن ما كان فيه شيء من الإثارة أو المتعة في هذه المباريات. بالنسبة للجمهور أنا أعتقد أيضا عملية فضل الله سبحانه وتعالى بعد ما هي يعني تكرم علينا في هذه الأمطار والخيرات وأصبح هناك ربيع موجود، أنا أعتقد أيضا الجماهير يعني إذا طلعت شمال ولا جنوب على غط الشوف تشوف المخيمات، وبالتالي الجماهير موجودة أيضا في البر، يمكن هذا له تأثير أيضا مؤيد. لا لا أبو مشعل، هذا الشيء هذا يعني في السابق كان ما شاء الله إينا ربيعينا خيرين ومطر، وحتى يمكن الأجواء في البر في ذاك الوقت كانت تختلف تماما، يعني بعد يعني الكثافة العمرانية اللي بدأت البيوت الرب، لكن الجمهور يكون متواجد. من اللي يجيب الجمهور بمشعل إلى الملعب؟ النجوم، المستوى والنجوم، هذا واضح المستوى، سواء على المستوى اللاعب المحترف أو المستوى اللاعب العادي. يمكن احنا ما مميز هذه المسابقة الشيء فيها جميل، شاهدنا أرضية الملاعب، وهذه تحسب للأخوان اللي كانوا هم مستلمين الملاعب لتجهيزهم تعظيمهم لهذه البطولة، كان الملعب على مستوى يعني ممتاز جدا. أما على المستوى الفني، مستوى الفني لأن بمشعل اللاعب دائما النجم هو اللي يزيد عدد الجماهير المتواجدة. يعني أنا بضرب لك مثال، طبعا في الدوري السعودي هذا مثال، يعني لما النصر عنده مشاهدين وعنده جمهور وعنده، لكن بعد جلب كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، انضمامه إلى نادي النصر زادت الجماهير أكثر، فهذا نجم وهذا أسطورة، يعني عنده أرقام خيالية. فاللاعب النجم هو اللي يجيب الجمهور. يعني في السابق أنا أعطيك بعد مثال آخر، كان الله يمتعه بالصحة والعافية طول العمر أبو فيصل فتحي كميل، الجمهور تلاحقه من كل مكان، جمهور الكويت يروح له، جمهور العربي يروح له، جمهور القادسية يروح له، بالدرجة الثانية لأن عاشرت الشيء هذا، شفتم شلون متواجدين الملاعب مليانة، يبي يشوف هذا النجم شو يسوي. أنا كنت أروح له. إيه طيب شلون؟ فالنجم يعني الآن أصبح عملة نادرة. يعني أنا توقعت مش على وجود الفرق الأربعة اللي واصلة، توقعنا على هذا المستوى الموجود في الدوري الكويتي أن نشاهد فرق أخرى تكون متواجدة في الدور الأربعة. يعني بوجود 5 محترفين هذا دليل على، يؤكد صحة كلامنا كلنا احنا متفقين على بوجود 5 محترفين حتى ما تطور المستوى. يعني في الأندية الأخرى يعني على الأقل كنا نشاهد فريق النصر يكون متواجد لأنه قاعد يقدم كرة جميلة، عنده مدرب وعنده لاعبين محليين على المستوى، لكن هو لم يوفق في اللاعبين المحترفين. السالمية كذلك، حتى يمكن بالحلقة السابقة ذكر أخونا أبو محمد قال أنا خايف من فريق السالمية لأن فريق السالمية في العام الموسم الماضي طلع نادي الكويت، هم ذولي الآن أنا أشوفهم أفضل فريقين السالمية والكويت، توقعنا أن نشوف مستوى أكثر. لكن المباراة كانت مشحونة ترى من لاعب واحد دائما هو اللي يشحن المباراة، ويمكن أنا بوجهة نظري كمشاهد استعمل العنف ويطق أشوى أنه يمكن اللي ضبط المباراة الحكم السعودي، لأنه مو حكم كويتي، لو حكم الكويتي المباراة راح توقف واحتجاجات وتشوف بلاوي أبو مشعل. لكن الحكم السعودي أنا شخصية ضبط المباراة، صارم بقراراته باتخاذ القرار، ما خلى حد يوصل إلى الملعب. فتوقعنا أن وجود يعني النخبة من اللاعبين الموجودين بين فريقين كبيرين أن تكون المستوى أفضل. صحيح مباراة كؤوس أنك أنت لا تلعب مثل ما قال أخوي فيصل، المباراة تكسب لأن تبي نتيجة 1-0 هي اللي تصعدك الدور قبل الأربعة، لكن ما شاهدنا مستوى لأن في فرص قليلة أبو مشعل، لأن الكويت والسالمية يمتلكون لاعبين منتخب ولاعبين محترفين، توقعنا أن تكون هناك في فرص ضايعة ما شاهدنا. يمكن كرة جمع سعيد مع مبارك الفريني اللي تعاملوا معها بطريقة يعني غير احترافية، لكن براعة حارس المرمى عبد الرحمن كميل نادي الكويت أن طلعها لأنه كان هدف محقق، كان يمكن تغير نتيجة المباراة. لكن كمستوى متواضع أنا أشوفه من وجهة نظري، لأن أعتقد هذا دائما المستوى المتواضع فيه لا أسباب، أحد أسبابها توقف الدوري الكويتي، اللاعب ابتعد عن الفورمة لأن احنا عقلية اللاعب الكويتي ما هو مثل لاعب أوروبا ولا أخواننا في دولة الخليج، لأنه ملول ما يبي يلعب دائما مباراة. فهذا التوقف الكبير اللي كنا تكلمنا عنه، احنا نقول دائما يا جماعة الخير لازم الرزنامة تمشون عليها بطريقة صحيحة، مسطرة واحدة، ما في دوري بالعالم يوقف شهر كامل. أنا قاعد طلعت معسكر عديت فريق، بديت
بطريقه ممتازه. فاعتقد هذه لها اسباب. اتمنى ان الاخوان في الاتحاد ان يعالجونها في الموسم الجاي، وهذه يمكن انا مقترح اقدمه للاخوان في الاتحاد الكويتي لكره القدم الموسم الماضي، ان نبدا المسابقه في كاس سمو ولي العهد وبالتالي ندخل عليها الدوري، وبالتالي نخلي مسابقه كاس سمو الامير هي الختام للدوري. بعد اعتقد ايضا عمليه اثناء دوره كاس الخليجيه اللي اثرت على توقف هذا مثلاً. هذا انا ذكرت لك توقف شهر كان بامكاننا ان يستمر الدوري. هل محتاجين الى شهر عشان دور توقف؟ لا لا وايد كاس الخليج 15 اسبوع. لا تدري ليش مو مشعل؟ احنا لان نعاني في ضعف المستوى، وبالتالي اللاعب لما يجي التمرين يوميا، لكن انت ما تمارس المباراه تدخل باجواء الدوري مباراه الحماس، وهذا اللي يرفع من لياقتك، هذا يرفع من تفكيرك داخل الملعب. يعني اللاعب يمل، فاي انا كل يوم اتمرن بدون بطوله اقعد شهر كامل. انت قبل الدوري تطلع بمعسكر مع اللاعبين وكلهم يدرون، هذا ابو محمد كان مدير فريق، تعد الدوري لاعبينك حق الدوري، فتدخل بقوه وتستمر من مباراه الى مباراه يرتفع مستواك، بالتالي توقف شهر يرد المستوى ينزل، اللاعب ملول، مباراه تجريبيه عمرها ما تعطيك القوه ولا تعطيك اللياقه ولا تعطيك حتى الفكر. يعني احنا شنو نبي نشاهد بالدوري الكويتي؟ نبي نشاهد اول شيء القوه، نبي نشاهد المهارة، نبي نشاهد السرعة، نبي نستقل الوقت الفعلي 90 دقيقة نلعبها بوقتها علشان تكون عندنا لياقة. يعني لما تكون انت لياقتك عالية جدا تبتعد عن الإصابة، راح تبدع، ونبي نشوف اللاعب المهاري اللي عنده الحلول. لو أنا تضايقت في المباراة وما عندي يعني طريقة أني أنا أخترق المدافعين أو أي شيء مهارتي، ما عندنا لاعب وسط اللي هو يمشي مثل عبد الله بلوشي، مثل عبد العزيز الأمبري كلاعب وسط من تحت المهاجمين يمشي بالكره ويشوط يقولها، هذه ما قاعد نشاهده. يعني لان بنشوف هاللعبات هذه لان هي اللي تعطيك الاثاره، هي تعطيك المتعه. دول الخليج اثناء كاس الخليج هل توقف عندهم الدوري؟ لا شقال، السعوديه ما توقف، البحرين ما توقف، لا والامارات ما توقف، قطر ما، مصر ما توقف. محمد طبعا بمشعل نضيف حق الاخوان اللي قالوا شوايد، ودي بعض الامور. طبعا الفرق الاربعه اللي وصلت الدور الاربعه متوقع وصولها، متوقع ما عدا السالميه اللي تفاجانا بخروجه. ايضا عنصر المفاجاه فقدناه، يعني بالاول كان يعني اي فريق من فرق مؤخره يطيح له واحد من الفرق الاربعه هذه، الجهره وفحيل سكاري ايش اي، ف هاي فقدناها. المستوى متواضع، معظم الفرق قاعد تلعب طريقه دفاعيه تركز عشان تحافظ توصل للبلنتيات. النزعه الهجوميه فقدناها، مشكله في عندنا تجهيز اللاعب لمباراه الكوس غير لعب الدوري. اللاعب قاعد ينزل مباراه كاس كان يلعب مباراه دوري، غلط. شنو الغلط؟ اول شيء لازم تعلم تحسس اللاعب نفسيا ان هذه المباراه خسرتها ما في ما تتعوض. الدوري تنغلب اربع مباريات خمس مباريات تاخذ الدوري، بس هاي مطقه خلاص طاح برا. بعدين عندك المباراه هذه في وقت اضافي ربع بلنديات، تجهيز اللاعب بدنيا حق الشغله هذه ما اعتقد. وايد فرق تشوف كل ساعه طاقه عضله ولا شايلينه ولا ما يقدر يكمل مباراه. ايضا لازم اللاعب يتدرب على ضربات الجزاء، يعني وايد يعني نشوف يعني نتوقع كل مباراة فيها بلنتيات، ما شفنا يعني هل عندي قاعد يدربون خمس لاعبين أو سبع لاعبين أو كل لاعبين على ضربات الجزاء. بالمقابل أيضا حارس المرمى لازم يعني يكتسب طريقة تعلم صد ضربات الجزاء. أنا أعتقد يعني مستوى الكاس أقل من ما توقعنا من فرق كلها. سعود طبعا ما نضيف على الاخوان، انا نبيك تضيف. انا اللي بضيفه بتكلم عن حراس المرمى، لفت نظري الحقيقه ان عندنا بعض لاعبين حراس المرمى، تكلم عن حارس مرمى الكويت السالمية العربي كاظمة القادسية حتى في حيل جهوم، يعني عندك ست لاعبين هذولا مكسب حق أي فريق ومكسب حق المنتخب. يعني
هذه جزء من اللي استفادوا منها بكاس سمو الامير. انا يمكن شفت المباراه السالميه والكويت، يعني حتى قلت السالميه يمكن يقول مثل ما تفضلوا الاخوان باي فرصه تكون، يعني جت تقريبا ثلاث فرص وكان المفروض فيها لو في تركيز وهاي يسجلون على 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 نادينا. بس ابو مشعل يعني الطريقه اللي لعب فيها نادي الكويت انا اعتقد يعني مثل ما تفضلوا المشاهد اليوم يبي مستوى. وانت وانا والاخوان كلهم يبون مستوى، بس الكاس ما تحصل في الادوار ال 16 وال 8 تلقى مستوى، تلقى شلون اوصل نصف النهائي. يعني وصول النصف النهائي اللي يخليني افكر شلون اوصل خطوه واحده للنهائي، فيبين المستوى والروح اللي موجوده والاداء اللي يمكن فقدناه خلال التمهيدي كاس الامير. صراحة مستوى أنا أعطيته يمكن 40%، يعني أقل من النص، يمكن أقل بعد، لأن أنت اليوم على المحترفين اللي عندك في بالأندية كلها، يعني المفروض يعني بغض النظر عن التوقف مثل ما تكلم بخالد، عندك خمس محترفين، أنت تحتاج خمس لاعبين ثانيين على اساس يأدون وياك زي المحترفين. وين اداهم؟ وين روحهم؟ وين المبالغ اللي قاعدين ياخذونها؟ من اللي يحاسبهم؟ نادي يحاسبهم ولا الهيئه ولا من اللي يحاسبهم؟ هذا النادي هو اللي يقعد ويحاسب كل لاعب محترف في ادائه وظهوره بهذا المستوى اللي احنا تفاجئنا فيه صراحه جميع المحترفين، ما عدا لاعب اعتقد النادي العربي اللي هو السنوسي ولو كارلوس لاعب السالميه. يعني حتى يعني على كلام جمعه سعيد يخلق لك اداء داخل الفريق، يعطيك جو، ولا انه يعني ينرفز اللاعبين، بس يعطيك يوحي لك ويخلي اللاعبين روحهم عاليه. وهذا السالميه شوفه عنده يعني ست لاعبين من احسن لاعبين، جمعه وكارلوس والفنيني وسالم عايض وفواز والقلاف والقلاف جهة اليسار، عنده ست لاعبين من أحسن ما يكون، وعندك الهويدي. يعني أنا توقعت إنه من خسر، بس المدرب الكويت عرف شلون يتعامل ويا المباراة خاصة أمام السالمية ويفوز عليهم في 1-0 حتى بالتغيير اللي غيره بتونسي ياسين اللي سددها من خارج ال 18. فبالتالي انا اعتقد ابو مشعل يعني اذا شفنا المستوى كاس الامير بهذه الصوره، اتمنى من الاتحاد كره القدم الان ان المباراه نصف النهائي تخلي نهايه الدوري، المباراتين هذه لازم يصير عليها تسويق حق الجماهير، الصحافه لهم دور، وحنا كاعلام يكون لنا دور فيها على اساس تستقطب الجماهير اللي حنا نبي نشوف. وانا راح اجي على موضوع تداخل البطولات، يعني هذه اتمنى ابو مشعل تصير اخر، يعني خلنا نبيها السنة الحين في هذا الموسم ونخليها نهاية الموسم.
وراح ناخذ ايضا اتمنى ابو محمد مباريات الكاس نتيجه وليس المطلوب مستوى. جربت انت كلاعب كمدير كره انك المهم تخلص هذه المباراه بغض النظر عن لكن هل هذا المستوى اللي يعني على قناعه صح احنا نشوف هذه الاربع فرق التي توصل صح هي مباراه الكاس يقول لك انا يهمني الفوز ما يهمني المستوى. انا اختلف في النقطه هذه. انا ابي مستوى وابي فوز. احنا يمكن تكلمنا تبي مستوى وتبي فوز. ابي فوز طبعا بمستوى. المستوى هو اللي هو اللي راح يوصلني بعدين. المستوى هو اللي راح يوصلني لكل البطولات. اما تبي فوز ممكن تاخذ فوز بلعبه واحده بلعبتين بس ما راح تاخذ اذا مستواك مو زين. النقطه اللي احنا تكلمنا فيها يمكن المره طافت لما شفنا دور ال 16 شفنا المستوى والاداء وقيمنا وقلنا نعطي المستوى 30% فعلا المستوى ما كان فيه من جميع الانديه. تاملنا خير قلنا بدور 8 طلعوا الفرق راح نشوف مستوى وراح نشوف اداء. للاسف انا شفت مباراه الكويت والسالميه هذه اول كانت اول لعبه الفريقين اللي يضمون اغلب لاعبين المنتخب متواجدين بهالفريقين بالسالميه وبالكويت بالاضافه الى 5 محترفين. انت تتوقع ان تكون مباراه على مستوى عالي. شفنا مستوى مو هذا الكويت ولا هذا السالميه. انت المباراه هذه ترى مو بالكويت طالعون الفرق الخليج كله طالع يقيم اذا اللاعبين اللي تو ممثلين الكويت في بطوله الخليج اغلبهم لاعبين بالاضافه المحترف اصبح يا العيب في المحترفين يا الحين في لاعب مو هذا المستوى. تأملنا نكون مستوى افضل من كذي. هذا مو عيب في المدربين؟ لا انا بجيب لك نقطه ثانيه بعدين. قد يكون فهل شفنا المستوى للاسف يعني مو هذا المستوى اللي احنا كجماهير نطمح ان نشوفه. جينا حق لعبه العربي ويا النصر تأملنا ان احنا نشوف المستوى العربي وهذا. العربي كان يمكن نوعا ما كان بالشوط الاولاني افضل من النصر ولكن الشوط الثاني كان النصر افضل من العربي ودليل على هذا والكلام اللي تكلمنا فيه ان النصر كان في محترف لاعب واحد محترف لاعب. العربي 5 محترفين قاعد يلعب في الملعب 5 محترفين وشفنا الشوط الثاني النصر كان افضل من العربي في محترف لاعب واحد دليل على هذا ان شنو؟ ان احنا لما نتكلم ونقول احنا نحتاج نعطي فرصه لمحترفين للاعبين المحليين نعطيهم فرصه هذا احنا كلامنا كنا نتكلم في النقطه هذه. دليل هذه لعبه النصر مع العربي. النصر احرج العربي كان بامكان الشوط الثاني يغير من نتيجه المباراه. جينا لعبه القادسيه وفحيحيل قدم مباراه ولا اروع مباراه في قمه كامله. القادسيه للحين يعاني شنو هي؟ ما ادري. للحين في معاناه في نادي القادسيه. يعني اخذ المباراه بصعوبه وكان بفكان فحيحيل انه يتفوق على القادسيه. كان افضل وانا احيي الامانه كابتن فراس واللاعبين فحيحيل هالمستوى هذا اللي ظهروا فيه المباراة. احنا نتامل مساعة قاعد تقول انت عيب ممكن في المدربين. احنا ما اقول لك عيب في المدربين، عيب في مشكله في انديتنا. ما في استقرار لا على مستوى المدربين ولا على حتى على مستوى المحترفين. انت المدرب يحتاج فتره اساس يبدا يكون لك فريق. انت اصلا ما تعطيه الفرصه هذه. لعبتين ثلاث اربع خمس مو زين يغير يجيب واحد ثاني، انزين رد مره ثانيه ابدا بتشكيله ثانية وبطريقة ثانية عشان يتأقلمون فيها بمدرب ثاني على مستوى المحترفين. 5-6 لعبات ما ظهر هذا يتغير اصبر. كل مدربي ترى كل مدربي حتى على مستوى اوروبا انا بجيب لك على مثال. احنا اول ما جابوا مكاي اول ما جابوا اخذ بطولة قال لهم ايش قال حق نادي؟ قال اعطوني فرصة سنة والسنة الجاية حاسبوني. وفعلا اول سنة نافس على كأس الاتحاد سلوى اخذ الدوري بس مكاي فانت لازم تعطي فرصه للمدرب مكاي اولا وثاني شيء مكاي كان امامه ايضا مجموعه من اللاعبين لا 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 لا, لا 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 انا اقول لك انا كنت موجود مكاي كان عنده لاعبين في خبر لاعبين خبره ولاعبين شباب كون مثل ما كان كارلوس سوى الطريقه هذه اللي كون لاعبين من الشباب والخبره وبدا يكون بس قال لهم اعطوني فرصه سنه فعلا اعطوه فرصه سنه ما بدايه الاول سنه ما حصلنا على اي بطوله. سامي وقتها منو كان مجلس الاداره؟ مجلس الاداره نحن منو هم؟ كان موجود
موسى راشد حمد ملا موسى راشد صمد المجموعه كلها هذه هان ان المدرب لما نيا قال لهم الكلمه هذه لا تحسبون اول سنه حسبون السنه اللي جايه وفعلا السؤال اكمل لكم هذه النقطه ليش سالت هذا السؤال تفضل انا عارف انت تتكلم اداره يقول ايه بس هذه اداره بس ايه؟ لان اكو ناس اداره عندها رؤيه عندها تصور مستوى عالي بس لما قال هالكلام هذا دائما ترجع حق الموضوع تشوف من الاداره اللي عندك لما يقول لهم انا اعطوني سنه هم عندهم قراءه يدرسون يعرفون كل شيء واعطوه السنه هذه انت لا انت هني قاعد يقول لك ليش سنه ليش ما مستوى الاداري ضعيف ومده الانجازات يا ابو مشعل ومده البطولات انا اللي بقولها يا ابو مشعل انه لما احنا قاعد نتكلم كلنا بالنسبه لموضوع المحترفين الخمسه شفتوا النصر محترف واحد احرج العربي بخمس محترفين هذا اللي نطلع احنا قاعد نتكلم فيها هذه هذا دليل على على الكلام اللي قاعد نقوله كلنا مو احنا هني بكل القنوات الرياضيه قاعد نتكلم نفس الكلام مؤيد يمكن ابو سعود او محمد ان لو رجعنا تاريخ البطولات كاس الامير او كاس ولي العهد نلاقي حق الفرق اللي ما هي الصفوف الاولى تخترق هذه الانديه وتوصل الى المربع الذهبي توصل قبل النهائي وتوصل للنهائي وفي تاريخ سابقه تضامن الحيل كل هذه الانديه صحيح سابق ابو مشعل ويمكن تكلمنا احنا في موضوع مساله المدربين اي جوده المدرب والسي في مال المدرب في السابق ال14 نادي كل مدربينهم على مستوى المجري البلغاري الانجليزي البرازيلي المدرب له دور كبير انه هو يعمل لك ترتيب للفريق ويعرف شلون يوظف اللاعب بشكل صحيح وتمرينه يختلف مواعيده دقيقه في هناك مبدا ثواب وعقاب اي لاعب يتاخر لو مهما يكون هو موجود على دكه الاحتياط واهم شيء انه ما حد يفرض عليه لاعب ما حد يفرض عليه هذا جانب مهم جدا فكان الانديه بالسابق كان لها طموح انه توصل في مباراه الكؤوس ودائما مباراه الكؤوس تفاجئنا مثل ما طلع فحيل مع كاظم النهائي وخذ الكاس مثل ما طلع الجهره مع القادسيه نهائي يرموك اليرموك خيطان يرموك كلهم هذول كان عندهم طموح لان نوعيه المدرب وجوده اللاعب هذا ترى جانب مهم جدا يعني انا خليني اعطيك مثال احنا كلنا اتفقنا على مباراه الكويت والسالميه اللي هي يمتلكون لاعبين السالميه يمكن في مباراه الكويت بالذات مباراه الكويت خسر نقطة مهمة جدا اللي هو رأس الحربة جمعة سعيد دائما في الملعب وهو ينزل لوسط الملعب يستلم كرة تبدأ الخطورة من هذا المركز اللي هو الثلث الأخير حق ملعب الخصم وبالتالي أكو رأس حربة أنا أعتقد غياب رأس الحربة هو رستم العراقي أعتقد ترك فجوة كبيرة لأن اضطر محمد إبراهيم في هذه المباراة يحط جمعة سعيد إنه رأس حربة فبالتالي قلت الخطورة في وسط الملعب هذا جانب مهم تكلم ابو حمود مساء عن نقطه مهمه دور الاطراف الاظهره الاظهره الان هم اللي يصنعون كل هجمه هم اللي يبدون كل هجمه هم اللي عندهم الحلول يعني فلكن احنا مشكله لاعبيننا تشوف اللاعب الباك اليمين او الباك اليسار في كل الانديه لما يا ما اول شيء ما يعرف شلون يخترق دائما اكو لاعبين اذكياء شلون تخترق انت عن العمق اذا كان هناك في مجال اني انا اخترق في عن طريق الاطراف اني انا اروح على الطرف والعب كرات مهمه لان هذه اللي قاعد نقول احنا المدربين لازم توظف اللاعب على التدريب خصوصا اذا انت بتلعب مباراه الكؤوس عندك وراك اضافي تزيد الكرات الثابته وهي احد الحلول انك انا اسجل لحد الان احنا ما شاهدنا الامور يمكن اللاعبين اللي احنا كنا نعتمد عليهم وهم اللي يمكن يملكون الكواليتي الزين مثل لاعبين نادي الكويت ولا لاعبين نادي السالمية لكن المدرب يمكن عاشور مدرب البحريني والنادي الكويت هو يمكن اختار توقيت مناسب لتغيير ياسين العامري اللاعب التونسي اللي سجل هدف فكان تغييراته كلها مثمرة لفريق يمكن نادي الكويت نادي الكويت عنده لاعب هداف مثل يوسف ناصر يحتاج إلى لاعب احنا ليش نقول ليش نلعب يا جماعة بطريقة 4-2-3-1 هل كرتنا سهلة وبسيطة وما عندنا يمكن المدافعين الشرسين اللي ما يخلونك تتحرك فتالي ألعب في مهاجمين اثنين علشان أعطي الحرية يعني أنا أضرب لك مثال مباراة كاظمة وبرقان عودة ديمبلي ظهر كاظمة بشكل جيد سجل هدفين مع شبيب عمله ثنائي ممتاز وبالتالي سجل هدفين
احنا مشكلتنا كلها نعتمد على راس الحربه. زين راس الحربه اذا ما كان عندك صانع لعب، لان صانع لعب هو المهم، هو اللي يعمل توازن ما بين المدافعين وبين المهاجمين، هو اللي عنده الحلول، هو متى يباصي متى يسدد متى يرفع، هو اللي يسرع الرتم هو اللي ينزل الرتم. فهذه اشياء يمكن احنا قاعد نفتقدها. وانا اقول اتحمل ابو مشعل، وقلت لك قبل هالمره انظر الى المدربين بالانديه، اول شيء ما في استقرار مثل ما قال ابو محمد، بعدين اعطني سي في قوي لهم. ماكو شيء، ماكو سي في قوي للمدرب، يعني إيه المدرب لا شخصيته ولا. اعطني واحد الحين، اعطني واحد الحين مثل مكاي، عطني واحد مثل سكولري، عرفت، عطني واحد مثل جورج ميزي اللي يانا. اكو قبل مدربين يخرعون، عارف شلون روني بالقادسية السابق، فهذه مشكله ابو مشعل، مشكله بالكويت ما شاء الله اسماء. واي مدرب يسوي عقد يرضى ان سنه ويجدد عقد، هذا ما عنده ثقه بنفسه، ما عنده ثقه بنفسه ابو مشعل. ففي امور كثيره والله انا قاعد مني الى وين نتكلم. لا ان شاء الله قاعدين احنا ابو محمد. عملية تداخل أيضا البطولات أبو محمد، هل لها تأثير على ما هو؟ بس خلنا أعقب على المدربين. خذ راحتكم محمد، مدربين وغير مدربين. الفترة الحالية والسنوات هذه ترى المدربين مختفين، اللي هم صناع النجوم حتى على مستوى العالم، ترى حتى على مستوى العالم نادرا راح يغضبون في أندية معينة موجودين وراح يبتعدون. مو موجودين مدربين الليونة ذلاك ذثقال اللي يصنعون اللاعبين، اللي عنده نظرة لما يطالع هذا اللاعب، هذا آخذه لو عمره 16-17 بس راح يفيدني. هذا اللي راحوا الحين العمل، النظام بالتدريب اعتقد هو اللي راح يرفع من مستوى اللاعب الموهوب. لا تريع المدربين مثل كانوا بالسابق يجونا، لا هذا اللي راحوا تكلمون عنهم، لا ما راح يجونك هذا، يمكن يجيك واحد أو اثنين ما تلقاه. انت متفائل نهائي؟ لا، لان هذا الوضع، انا عارف ان الواقع هذا الوضع، ترى على مستوى العالم قاعد نشوف احنا عندنا نادر تلقى من 50 واحد يطلع لك واحد فلته مدرب. ما في الحين اكو نظام تدريبي يحط الجهاز التدريبي ويشتغلون عليه، وهني يبين لك عاد قدرات اللاعبين الموهوبين شلون ايه اللي راح تكمل لك الشيء هذا. هذا المفروض احنا نشتغل عليه الحين، نشتغل على نظام تدريبي يجهز لك اللاعب، قوة البدنية، الفكر، اللياقة، الظهير شنو أدواره، ولاعب الوسط شنو أدواره، ومن ثم اللعب الجماعي. هذا المفروض الحين احنا نشتغل عليه. بالنسبة للتداخلات حماية فعلا قاعد ضيعنا قيمة المباريات وأهمية المسابقات. أقصد يعني انت الحين احنا نلعب مثلا كأس الأمير، بطولة غالية علينا، نوقف ونرد نلعب مثلا نهائي كأس سمو ولي العهد يوم 6 فبراير راح يكون مباراة النهائية، وبعدين راح ندش على الدوري. يعني المفروض انا اتصور مثل ما قالوا اخواني نخليه اخر الدوري. تدري ليش؟ لان اخر الدوري راح يكون جميع اللاعبين، يعني اللي ما حاجته إصابة، يعني إن شاء الله بعيد عنهم الإصابات، راح يجونك اللاعبين في قمة لياقتهم البدنية، في قمة جاهزيتهم، عرفت، حق المباريات. يعني ممكن واحد مو متمرن يلعب تعوش عضلة، لكن نقول 70% 80% الفريق اللي بيجي بيجي كامل من جميع النواحي، وياي برغبة، وخاصة راح تعرف بطل الدوري، وإذا بيوصلك فريق ما أخذ الدوري راح يحاول إنه يأخذ كأس الأمير، راح يكون في تنافس قوي راح يكون عند اللاعبين. لذلك آخر نقول الموسم هو نهاية لنت الموسم، إنه يكون فيها نهاية لكأس غالية، مباراة غالية علينا، الحضور الجماهيري يجيك يتمتعون في المباراة. يعني قبل لا تودع نقول إحنا الموسم، تنطر شهرين عشان الموسم الجاي. لذلك مهم جدا، حتى أعرف أنا هذه مباراة دوري أوكي، لكن الحين ساعات أنت ما تدري يلعبونك وفرق ما تهاي دوري، إحنا ما نثبت دوري ولا 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 كأس أمير إلا لما يقول لك. لذلك يفضل التنسيق والنظام، أعتقد زين دائما النظام زين، والنظام دائما وراء أكيد راح يكون فيه نتائج جيدة للصالح العام. لذلك خلنا الحين السنة عدت هذه وشفنا تجربتنا فيها، السنة الجاية خلنا نبتدي الصح، لا نروح في نفس الخطأ، نترك مسابقة الغالية مالت كأس الأمير لنهاية الموسم، نلعبها خروج المغلوب
وفيها اعتقد حضور جماهيري ومتابعه راح يصير كبيره بالجماهير، ونتمنى هذا. لا ابو محمد بس تفضل. تفضل. لا تفضل سيد. ابو مشعل، يعني نظامنا هذا الكاس صار له تقريبا مده، احنا كلامنا الان حق رئيس الاتحاد واخوانه الاعضاء، نبي يتغير النظام، الرزنامه لازم تتغير، كسمو الامير لازم يكون، يعني هذا خلاص صار لها كم سنه الحين نلعب النظام هذا، ناس تايهه ما عارفه دوري والمشترك ولا كاس والعهد خلى بالاخير عشان الجماهير، وتسوي لازم تسويق يا ابو مشعل، لازم اسوق حق المباريات هذه، يعني اجيب لي شركه متخصصه حق المباريات مثل البطولات هذه، سياره سيارتين احط واسوي جوائز، وخلي الجماهير، احنا نبي الجماهير تعود مثل ما كانت في السابق، يعني اليوم حتى انا الحين لو تقول لي يعني شت منا، قلت يعني حق الجمهور اتمنى النهائي القادسيه والعربي، وانت ابن نادي الكويت. شوف انا ابن نادي الكويت. نعم. ليش ابي يعني ابي الجمهور يحضر، ابي الناس تي وتدعم لاعبينها، يعني اللاعب اذا دش داخل الملعب يطالع المدرج ماكو احد ما يعطيك ولا يفكر شلون يبدع، يعني اللي وصلوا كلهم اللاعبين ذولا، ما دام وصلت انت فنان وعندك موهبه يبي لك بس واحد يصقلها ويحببك للاداء داخل الملعب، انت شلون تخلي الجمهور يستانس؟ اذا سدت كره من برا، لعبت لعبه حلوه، صنعت لك هدف، صنعت الاداء داخل الملعب، الفرحه ترد الجمهور يحضر، يروح كل مباراة يحضر فيها. كان يضرب في المثل في جمهورنا وتواجد معروف، يعني كلهم يعني من الستينات الى ما الى تفضل ابو مشعل، الكلام تفضلوا فيه الاخوان، لما قاعد نتكلم احنا نقول نحتاج البطوله، هي بطولة الغالية، بطولة كاس السيد حضر صاحب السمو، تكون هي نهاية المشوار الدوري، هي القصد منها ان الاندية اللي هي غير جماهيرية إذا فقدت المنافسة على بطولة الدوري وراحت بعيد، إذا هي لعبت الدوري أقول كاس الأمير وكاس ولي العهد وطلعت من هذا، إنزين شو راح تتوقع أنه راح تكمل بطولة الدوري؟ كل اللاعبين ما راح يجون، فأنت لما تخلي بطولة بالأخير راح يستمر، يعد حتى لو فقد المنافسة على بطولة الدوري على الأقل المباريات المتبقية يعدها كأن إعداد حق الكاس، صحيح هذا اللي نقصده احنا كذي، نتمنى من الاتحاد ينظر لنا. محمد، من اللي يطور المستوى في الدوري عندك؟ ترى لو ترجع انت حق كل اتحادات العالم، لجنه المسابقات، لجنه المسابقات هي المطبخ، هي اللي ترسم لك السياسه طبعا. هي اللي يعني مع احترام وتقديري حق اللي ماسكين، يعني ما اقدر يعني اقول لك انا اطعن فيه، ولكن انت الان في تقول تبي الاحتراف وقاعد تنظر الى الافضل وعندكم رؤيه عندكم استراتيجيه، يا اخي يجيب لي واحد من برا ينظم لي نجله المسابقه، ينظمها، خلي واحد البطولات ينظمها بطريقه ولا عيبه في ذلك. لا مو إيه، ما اقول لك ما في، انت تبي الافضل، حالنا حال الدول اللي حوالينا، ترى اللي حوالينا قاعد يجيبون رئيس لجنه حكام من برا، يجيبون لجنه المسابقات من برا، مو عيب، ترى مو عيب، يرسم لي سياسه انا مو ابحث عن التطوير، هذا انتم طلعتوا قلتوا رؤيتكم ورؤيه لجنه المسابقات هي المطبخ. ابو خالد شوف، يعني مثلا انت احنا نتمنى، لان عندنا احنا المستوى ضعيف صحيح، لكن لو مستوانا قوي ما عندنا مشكله، يعني اكو الحين دول يلعبون كوستون، يسولف مع فواز في قطر راح يلعبون نصف كاس الامير الاسبوع القادم، في انجلترا يلعبون يدخلون، لان فرق قويه والجماهير تحضر، ما عندك مشكله. احنا هني قاعد نقول هذه تجربه
ان احنا يجب ان نعمل فيها اخر اخر الدوري على اساس احنا نجذب الجماهير بنفس الوقت لاعبينا يكونوا في قمه مستواهم. لذلك لما نوصل الى 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 الدوري والنجوم والجماهير تحضر ما عندك مشاكل وتنافس تحقق انجازات حط النظام حطها ديش الساعه صحيح. بس خلونا نمشي صح الحين لان بالسابق نجحنا فيها والحين نبي ننجح نعيدها ننجح فيها. الحين احنا مو قاعدين نجرب خمس محترفين وقاعدين نطالب ان نقلل. كذلك احنا نقول لكم نطالب خلوها اخر الموسم شو المشكله؟ انت جربتها الحين ما يحضر الحياه كلها تجارب صح. تعلم منها في كل شيء وهذه تجربه لو ناجحه كنا بنصفق لكم انا ابو محمد لكن الحين مي ناجحه خلوها للقسم. انا ليش قلت لك نوقف عيد النظرات محمد؟ انت كمدرب فريق وفريقك انت بدايه الدوري فيه ومعدى باعداد من افضل ما يمكن ومنطلق حتى لا يمكن اللياقه البدنيه عاليه جدا. اذا صارت اللياقه البدنيه عاليه ما عندك مشكله ما عندك مشكله في اللاعبين بالاصابات. لكن انا منطلق ووقفت لي الدوري شهر وتعال دشيت لي مسابقه اخرى. انا اتكلم عن النقطه هذه تبدا اعداد جديد طبعا اي انا ليش انطر مثلا الدوري؟ انا ذاك قبلهم كان اكو دوري قوي اكو لاعبين اقوياء اكو انديه قويه اكو اداريين اقوى من اللاعبين قاعد يخططون وينفذون. لكن انا اقول لجنه المسابقات انت ليش يعني انا اطلع بالفريق معسكر والحين مثل فريق نادي الكويت فريق رايح معسكر وراد ومنطلق بالدوري ماشي من اروع ما يمكن وقف شهر خذ لاعبينه راح ابو ظبي معسكر يا مباراه الكاس مو هذا طموحنا حق نادي الكويت على المستوى اللي قدمه رغم وجود عنده محترفين ولاعبين مع المنتخب. انا هذا اللي اتكلم. لكن ليش نقول احنا كل شيء منظم حلو فلجنه المسابقات لازم تغير هذه السياسه اللي قاعد تحطها على الانديه. فواز يمكن تطرقوا الاخوان قبل شوي عن المدربين يمكن في السابق انتم عايشينها الكل يعرف كان في ستاف مدربين وليس مدرب واحد. اللي الان من خلال متابعتنا اعتقد مدرب شخص واحد وبالتالي المجموعه المساعدين اللي معاه مو ستاف كان يجيب ستافه معاه بمعنى هو مثل ما قال ابو محمد مدربين اول يعني الحين ما في بعد ماكو شيء مثل الاول تشعر فيهم اللاعب يعني برا ما في مدرب اجانب ما في 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 او ما عندنا القدره الماديه مثلا ولا شنو ما عندنا القدره الماليه ولا عندنا القدره الاداريه ولا عندنا العنصر في الاساس لانك انت تحتاج انك تعمل كثير في العشر سنوات او الخمسة عشر سنه هذه كلها احنا رجعتنا قريه رجعنا فيها كلها امور كثيره رجعنا فيها. بعدين عشان تبني مشعل تشوف اولوياتك وين فيه من ناحيه الاداره من الناحيه الفنيه من ناحيه اللاعبين من ناحيه المنشات يعني وايد اكو اشياء كثيره يعني احنا بس احنا متاخرين عشان نحل هذه الامور تمام نحتاج الى وقت ونحتاج الى اول شيء اللي يعني المدربين اكو مدربين لو بتجيب مدربين هم كذلك تحتاج الى دوري باستقراره بمسابقه الانديه تهتم بالعناصر الاساسيه القاعده الجماهيريه هذه القاعده اللاعبين الصغار انت تهتم فيهم اكثر شيء. الانديه لازم هي اللي تهتم وهي اللي تعطيك كل شيء. احنا مشكلتنا انا كل مره اتكلم يعني اقول في هذا الكلام الانديه كلها يعني ما عندها قواعد تشتغل ولا عندها اسس تعرف بالتعامل مع القواعد الرياضيه يعني هذه ذكرناها اكثر من مره ولا يعني ما نبي نتكلم فيها يعني زين لان الانديه هي الاساس هي اللي تعطيك العناصر اللاعبين هي اللي تعطيك القاعدة تعطيك التصور. الاتحاد دوره هو ينسق البطولات بس لكن الأندية هي اللي الأساس. لما أتي حق الأندية وقلنا في الطافة وين الحين يعني مثلا اللاعبين اللي بارزين عندنا بالكويت ما عندنا يقولون لي دائما أسمع كلمة احتراف هذه كلمة يعني عيب الناس تقولها او الناس الانديه عيب تقول مو هذا الاحتراف اللاعب مو هذا الاحتراف الاحتراف منظومه كامله
تنصير من أول من تبدأ بالجهاز الإداري ولا تبدأ بالجهاز الفني. دائما يقول لك الاحترام، مو هذا الاحترام. أتي من نقطة ثانية، يعني تشوف القواعد الأندية كلها ما عندنا، دبينا نشتغل عشان تشتغل تمام. هذه يبي لها مجهود، يبي لها ترتيب، ويبي لها ناس تعرف خطة زمنية فيها. يبي لها صبر بعد هذا العمر اللي احنا يعني عايشناه، يعني منذ تأسيس الأندية الحديثة سنة 60. هذا كلام، واحنا الآن لا بمشهد، هذا كلام احنا عندنا لا بمشهد هذا، احنا التاريخ عندنا موجود موجود، لكن انت عندك خلل، الخلل الإداري والخلل الفني مو موجود، هذا أهم شيء عندك أنت. ليش ما يكون هو خلل نظام أيضا؟ نفس الشيء، كلها مربوطة مع بعض. أنت هذه النقطة، يعني أنا قلت لك في الحلقة اللي طافت، أنا الآن عندي الهيئة الشباب الرياضية المسؤولة، ما عندي أحد. الكل الأندية تشتكي إن يتوقع محترفين. لا اليوم طلع تكليف في أحد نواب المدير حامد الهزيم، حامد الهزيم القيام بأعمال المدير تكليف. ليش وليش ما أنا يعني ليش ما يجي الرئيس؟ أي الرئيس؟ أي الرئيس؟ يعني لا، هذه طبعاً مجلس المجلس الوزراء، يعني نتمنى سمو الشيخ أحمد، يعني سمو الشيخ أحمد يعني رياضي وعايشنا ودعم وسوى كل شيء. الآن أنت على رأس الهرم، لازم تحط الاستراتيجية اللي ترفع مستوى الرياضة عندنا بالكويت. هذا اللي نطالب به. ما أدري إن شاء الله سمو الشيخ أحمد نواب، ونواب إنه غافل عن هذا الأمر، لكن يمكن هناك أولويات ربما ما يخالف كل شيء. ربما أنا قلت ربما كل شيء الوزير حطه، كل شيء الوزير حط استراتيجية، حطه يجيب الرئيس وحطه على استراتيجية. وفي استراتيجية إذا تذكرون مع الوزير عبد الرحمن الطيري قدم استراتيجية وفعلوها، هي موجودة بالهيئة، محتاجين إلى عملية تنفيذ هذه. الرؤية أبو محمد بتكلم عن جانب آخر الآن، الانتقالات الشتوية نتكلم بالنسبة للاعبين. إيه والله شوف، هو الحين كل نادي قاعد يبحث عن محترفين، وهذا الكلام اللي أنا من ساعة قاعد أقوله. داخلياً ولا خارجياً؟ هو في داخلياً، بس الأغلبية كلها خارجياً كمحترفين، وهذا الكلام اللي أنا من ساعة قاعد أقوله، إن تسجيل صيفي لاعبين وتسجيل شتوي لاعبين ثانيين، وهذا المشكلة عدم استقرار، هذا اللي قاعد نعاني إحنا وأنديتنا. يا أخي صبروا على المحترف، عطوا فرصة. أنا أقول عندنا اللاعب بالعربي المهاجم الأسمراني، والله ما أعرف اسمه، إيدو يمكن إيدو. الجمهور قام عليه معاون، خلوه شوي صبر، بدأ يتألق، صار هداف. يصبر على اللاعب، صار من أخطر مهاجمين. فاللاعب ايش يحتاج؟ يبي لازم المنظومه هذه، يبي يتاقلم معاه المنظومه هذه، يحتاج له وقت، شهر شهرين ثلاثه. لا تجي انت بالبدايه وتبين ان اللاعب هذا المحترف بتشوفه نجم من البدايه، قد يكون المنظومه اللي موجوده وياه مو قاعد تمشي وياه صح. لازم نفهم النقطه هذه. خلينا نشوف التقرير ايضا عن الانتقالات الشتويه. تفضل مخرجنا ابو علي التقرير. فتحت الأندية الكويتية خزائنها لاستقطاب وتدعيم صفوفها بالمحترفين مع بدء فتح سوق الانتقالات الشتوية. وعلى الرغم من تواضع مستوى دورينا والمسابقات المحلية، إلا أن الأندية تسعى إلى جلب أفضل المحترفين على حسب الإمكانيات المتوفرة. ولعل أبرز الوجوه القادمة إلى دورينا هو القطري عبد الكريم حسن، لاعب نادي السد القطري السابق وأفضل لاعب في قارة آسيا عام 2018، الذي جلبه نادي الجهراء لتدعيم صفوفه للاستحقاقات القادمة. كذلك من الوجوه الجديدة والمميزة في دورينا هو التونسي ياسين العمري، لاعب نادي الكويت، الذي جلبه العميد بعد الاستغناء عن العراقي شيركو كريم.
كذلك استجاب مجلس إدارة نادي القادسية إلى الغضب الجماهيري بسبب تواضع مستوى محترفيه، الأمر الذي استدعى إلى جلب محترفين جدد هم المدافع الفلسطيني ياسر حمد بالإضافة إلى لاعب خط الوسط المالي إبراهيم تناديدا. الأخضر العرباوي والذي يقدم مستوى مميز هذا الموسم تعاقد مع التونسي بسام الصرارفي بعد الاستغناء عن المحترف المدافع دومبيا، علاوة على الانتقالات وانتدابات جديدة أبرمتها الأندية الأخرى. كل هذه الانتقالات من شأنها تطوير دورينا ورفع مستوى لاعبينا، ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف يمكن لأنديتنا استقطاب أفضل المحترفين؟ وهل رياضتنا ودورينا جاذب للاحتراف أم لا؟ خالد لك تعقيب على هذا الموضوع هذا من الانتقالات شتوي انتقال شتوي اي نعم طبعا ابو مشعل في نقطه مهمه جدا احنا كلنا قاعد يعني نتفق على راي واحد نروح الرد والرد نتفق على راي انا اقول تطوير الرياضه يحتاج الى قرار انت قلت معالي الوزير نعم حط استراتيجيه عرفناها إذا تحتاج إلى أن تطور رياضة لازم يكون مشروع دولة لازم يكون مشروع دولة الاهتمام يبدأ من عندهم بمعنى أن أنا أجيب مدربين على أعلى مستوى أجيب محترفين على أعلى مستوى علشان أنا أطور الرياضة وأطور الدوري وأجيب الجماهير لأن قلت لك من يجيب الجماهير النجم فلازم يكون هذا التطوير على مشروع دولة يكون عندنا فخر لأن إذا أنت قعدت على الأندية والجمعيات العمومية صدقني يا أبو مشعل ما راح يتطور أي شيء لاني انا يمكن من فتره قعدت مع عضو مجلس اداره من اللي توهم ناجحين بدون ذكر اسماء قال لي صدق لما مسكنا النادي عندنا لاعبين 15 متفوقين زين هذول كبروا بالسن وين يروحون ما عندنا مسابقه فوقها تحت 17 او 19 يعني يقعد لما يوصل عمره شيء على الفريق الاول فشوف المنظومه من 15 الى والله العظيم ما عندهم فوق يقول الحين هذا طاف ال 15 سنه ما اقدر وين ما عندي مسابقه يقولين ما عندي مسابقه ما عنده فريق إيه؟ ما عنده مسابقه ليش اقول لك انا ماكو اما بالنسبه للمحترفين يا ابو مشعل في الانتقالات الشتويه وهذا يمكن جانب مهم وحديث مهم جدا وهذا يمكن رساله للاخوان في لجنه المسابقات الاتحاد الكويتي لكره القدم فتره معروفه فتره انتقالات شهر ابو مشعل احنا عندنا يعني الاتحاد الكويتي الوحيد اللي في العالم وقت الإجازة يعطل وهذا غلط لأن أنا عندي شهر في انتقالات شتوية لازم عندي ناس تشتغل بالاتحاد لأن النادي محتاج كل ساعة كل يوم علشان إنه يكون هناك اتفاق بين اللاعب يوافق النفق فالتالي إحنا عندنا شهر كامل الشهر كامل كل أسبوع في يومين يعني عندك 8 أيام فأرجو من الإخوان في الاتحاد إنه يجددون 8 أيام بعد ما تنتهي المهلة هذه فترة العطلة أعطي مجال للأندية الأخرى إن التعاقد عشان تكون في إنصاف هذه واحدة ثانية أبو مشعل المحترفين اللي قاعد نشوفهم هذا يعني شيء مخجل لأن ماكو محترف في الفترة هذه انتقلت شتوية قاعد فأنت شتيب ومشكلة تجد مشكلة الطامة الكبرى مو المدربين اللي قاعد يختارون أعضاء مجلس الإدارة وأعتقد يمكن أنا خلنا أتكلمك عن نادي القادسية طلع بونياك وتكلم وقال قال محترفين الإدارة جايبينهم فهذا العيب اللي قاعد يصير في رياضتنا والتخبط بالنسبة للمحترفين لو كان هناك اختيار للمدرب وأعطيه دعم يمكن نوعا ما يتطور شوي المستوى لكن اللي يمكن الاتفاق اللي يتم بينه وبين المتعهد يقول لك انا على كثر مبلغك شنو فيجيب لك اي واحد قاعد فتشوف المحترفين يتنقلون من العربي قطوا لاعب خذوا نادي ثاني وقاعد يدورون من بعض لان ماكو محترف زين النادي فرط فيه انا شنو الهدف منها لابي محترف ابي يسجل لي اذا كان مهاجم اذا كان مدافع ابي يحافظ على شباكي ابي يقود الفريق لاعب وسط الملعب كل هذا ما هو موجود اللي قاعد يصير فاعتقد الانتقالات هذه قاعد تقتل اللاعب الكويتي اللي نقول احنا بوجود 5 لاعبين ما يعطيه فرصه انه ياخذ فرصته ان يتالق في مركز يعني يمكن قاعد نشوف لاعبين صغار بالسن انا اضرب لك مثال وابو محمد مساعي يمكن ايد كلامه على فريق نادي النصر لعب مع العربي بوجود محترف واحد والنصر معنا من الانديه الكويت اللي يعني يختلف تماما عن الأندية الأخرى في جلب اللاعبين المحترفين طلع منها فراس الخطيب بابيانو كاريكا أسماء مرة أسماء متميز هو لعب عطى فرصة للاعبين الموجودين ممكن أبدعوا في المباراة
احنا قاعد نقول دام ان احنا قاعد كانديه او اتحاد مني انا ما قاعد استفيد من اللاعبين المحترفين، شبي فيهم ما قاعد يطيرون دوري، دوري ضعيف، لا عندي مشاركات. وكلمتهم ساعه عن المدربين، يمكن ابو محمد قال اكو في مدربين قاعدين، لكن المدرب الزين لما يجي يطالع اول شيء شنو دوريك، شنو تصنيفك؟ ماي ومش ماي، خلينا نكون واقعيين. حتى اللاعب المحترف لما يقول لك شنو دوريك، لا عندك مشاركات خارجيه، دوريك تصنيفك بال 149 او 150، فما يجيك. فانت عليك ان تطور نفسك. ليش اقول لك انا اذا نبي نحتاج ان نطور الرياضه، هذا لازم يكون مشروع دوله، مو مشروع شخص او رئيس او نادي، دوله يكون هناك اهتمام، مثل ما شفنا الدول اللي حوالينا شلون تطورت. اعتقد الكل يتفق معي في هذا الكلام. اذا لعل ابو محمد وانت تكتب في كاه جاسم قاعد يا ابو علي قاعد كان مجيء جاسم يعقوب، اذا لعل في الاداره على مستوى الأندية أو الاتحادات. والله مش أنا انصدمت لما قالوا ما عندنا مراحل سنية 17 19. هل هذه مأساة؟ هذه مو مأساة، هذا يعني يستون على وجههم يهدون الاتحاد ويمشون. اللي مو قادر يسوي مراحل 17 19، تبي يسوي لي منتخب شلون وهي أنا أدري أهم مرحلة شيء هذه شيء مخجل والله. 15 يعني بتاريخ العالم كله ما أعتقد دولة ما فيها مراحل سنية. من ما أدري يعني اللي قاعد يصير بالفعل. اذا سجل كان اول مره ادري عنه والله. اذا العله في الاداره سواء انديه او اتحادات بغض النظر اي اتحاد ما مأساة هذه. يعني اعتقد انا اذا تقول لكم مستقبل الرياضه الكويتيه اذا بنستمر كذي ماكو مراحل سنيه، لا انسى، ما في مستقبل الكره الكويتيه. مثل ما قال مؤيد لازم تصير سياسه دوله ومشروع دوله، ما اعتمد على اشخاص وعين وخلص. وصلنا مرحله التعيين الان. ابو محمد عفوا ما اقطع كلامك، تدري ايش الانديه الاغلبيه، انا اتكلم مو الكل، شنو اهتمامهم فيه؟ مو بتطوير مستوى ولا انشاء لعبه نافس فيها، والاستثمار كله يفكرون بالاستثمار. انا ما شفت واحد طلع قال والله ابى اطور بي مدرب يطور فريق، كله بالاستثمار. يمكن عشان الاستثمار عشان يصرف على يا رجل عندي لا 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 ليش ابو محمد ما يخالف مش عالي. انا فعلا لما قلت لك انا ما في استغراق، شوف يبون محترف شهر 9، احنا متى انتقالات؟ شهر واحد ثلاث شهور لاعب ما يتأقلم شالوه، جابوا واحد ثاني شهر واحد، انت متى شهر 5 دوري ما تأقلم شالوه. من اللي جاب اللاعب؟ انا بعطيك مثال عشان لما اقول لك سامي لحظه، من اللي جاب اللاعب؟ لحظه شوي، من اللي جاب اللاعب؟ واحد من اللي جاب لا انت قلت يا ابو اللاعب إيه؟ من اللي جاب اللاعب؟ واحد ما ادري اداره المدرب لا هو جمع ما انا لا انا ما انا بس يعني. في نقطه، في حد يختلف على ميسي؟ في حد يختلف على ميسي؟ على منو؟ ميسي من يختلف عليه؟ لما تجرب واحد لا انا عشان انا بعطيك الاستقرار، يبي لك لاعب يبي له فتره. لما راح باريس سان جيرمان اول موسم كان زين؟ لا مستوى هو وين واللاعبين مصوب؟ لا الموسم هذا لما بديت اغلم شنو ميسي شنو باريس سان جيرمان ميسي بلا تاقلم ما كان زين اول اول سنه الكل كان ينتقد ما كان زين ويا باريس سان جيرمان محمد الله يحفظك تبي نضرب المثل في ميسي اوروبا لما يجيب لاعب اي لاعب ليش حطيتك انا ليش حطيتك المثل هذا اسطوره ميسي بعد انا ما اتكلمك عن واحد ميسي شوفه مع باريس سان جيرمان اول ما راح لهم ما كان زين الكل قاعد يتكلم ما كان زين بس شوفه لما بدا الاستقرار شوف ميسي سوى كان يبي له فتره عشان ينسجم هذا هو اللي نتكلم عن النقطه لسان جير من غير فريق مبالغ اللاعبين اللي قاعد يبونه بعدين محمد لا شوف يعني اختيار اللاعب ما تقرره انت كمجلس اداره وكمدير فريق كمدرب قبل شهر ابي اللاعب الحين الاداره عندها تعاقدها السنه الجايه تشوف تطالع شنو اللاعب اللي ابي حق خطتي انا او اللاعب عندي شنو عندي مشكله عندي بالدفاع اطالع اشوف وكلاء اللاعبين ذيله اللي انا من لي علاقه معاهم واقول له اللاعب هذا اذا ممكن ناخذه السنه الجايه ارتب وياه احنا مشكلتنا قبل شهر ابي اجيب لاعب وهذا ما يصير يجب ان يكون عندك ترتيب قبلها عندك نظره تعرف انت اي لاعب تختار شنو احتياجك حتى المدرب لازم يكون موجود لأن الإداري لا يتدخل في هالموضوع هذا إلا يكون إداري لاعب على مستوى منتخب لجنة ممكن بالإدارة على أساس أنك أنت
يصير في اتفاق لاختيارك، تبي مدافع تبي مهاجم، لا تحاول انك تنطر ذي لما تروح المعسكر وتقول لا، ولازم تحط لك ميزانيه. انت اذا بتجيب لاعبين مثل ما تحدثوا الاخوان، تجيب لاعب بقيمته عشان يرفع من مستوى الفريق، مو تجيب لاعب بشهر واحد وتبي تمشي، ما يصير. لعبت لاعب لعبتين ثلاث راح يدش مع الفريق، لكن لما تتفق وياه مثلا سعدت الحين لما تقول لي خمس محترفين خلي اثنين، نزلت من يعني القيمه الفاحشه، كيف اثنين احسن من تجيب لك انك تجيب خمسه، يعني خمسه واحد يمكن يطلع زين ويمكن يطلع زين واحد لما يطلع زين، قيمتهم حق الفريق. وبعدين انا عندي راي، يعني الحين احنا ما احترام لمدراء الفرق كلهم في لاعبين، بس مثل ما انا المدرب الكويتي يدخل دورات وياخذ الدرجات مالته على اساس يدرب، كذلك مدير الفريق عليه انه في دورات يدخلها بالاتحاد، شلون تنظم الفريق، شلون تتعامل مع اللاعبين، شلون تتكلم مع المدرب، التفاهم وياه، شلون تاخذ وتعطي، شلون تتكلم مع اللاعبين، هذه هم اداره بعد. بس ما يحتاج ما يحتاج اللاعب هذا، اللاعب اذا كان رئيس جهاز كره ما يحتاجه، لانه عايش على على لا لا على الواقع. لا لا ولو لا ابو محمد حتى مع احترام لا 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 مهما كنت من لاعب احتياجك انت كمدير فريق، لا لابد تضيف مو المدرب يحتاج، مو مدير الفريق. ها المدرب يقعد مع مدير الفريق مع اداره النادي، انا احتاج لاعب في مركز الوسط، احتاج لاعب مهاجم، احتاج لاعب دفاع، مو مدير الفريق. ليش اقول لك توم ابو محمد ايضا على مدير الفريق ايضا مثل ما في الدورات بالنسبه له مدير الفريق زين، يجب ان يدخل في دورات مدير الفريق. انت مو اي واحد بتحطه، ومو اي مو اي واحد يصلح ايضا كمدير، مو اي واحد بيجهز لك الفريق، مو اي واحد بينظم، لازم شو ما يجوز ما تنظم العمليه شلون ما تنظم. ليش انا بقول لك الجمعيات العموميه، انا اوقف معاك بانتخابات النادي ووصلك وانا عضو جمعيه عموميه، ابي والله اخوي عندنا بالكويت ما يصير، لكن يجب ان يدخل في دورات. دورات من يتحملها؟ الاتحاد. ايش دوره ما اصرف له الكرنيه الا مشتاز الدوره هذه كلها. طبعا صح كلامك، هذا اللي يقوله محمد، هذا اللي قاعد ياكد عليه. انا ليش اقول لك ابو مشعل شو المشاكل قاعد تصير، من وين قاعد تصير بالملاعب؟ ترى من المدراء، من مدراء الفرق اللي الشراره تبتدي منين. فكان لو كان هناك في دورات تثقيفيه ويجيب لهم ناس من برا، ها مو من داخل الكويت، اجيب ناس من برا محاضرين في فن الاداره والتعامل مع المباريات، تعامل مع البطولات، تعامل مع حتى الحكام شلون نتعامل معاهم، واقول له هذه ترى فيها شروط جزائيه، فيها غرامه ماليه، افرض احط، مو بس انا اقعد ادوره باسبوع خذ كرنيه يلا هاك روح، ما يصير يا ابو مشعل، هذه مو كره، هذه مو كره. بعدين لازم في مبدا ثواب عقاب، يعني لازم ابو خالد ابو مشعل يعني خلال مباريات كاس الامير ممكن شفتوا كلكم كل لاعب يتكلم مع الحكم، كل لاعب يحاكي الحكم، كل لاعب ما يصير. لما يكون في مدير فريق ويتكلم وياهم، طبعا انت هني اول شيء راح تبتعد عن تركيزك في الملعب، لما تتكلم راح تنرفز، راح تضيع حتى ادائك انت مع الفريق كله. يعني اللي بيتكلم مع الحكم رئيس الفريق اوكي، لكن كل لاعب ما تصير مشكله ليحك الحكم، حتى المدرب انت كمدرب انت توجه لاعبينك. يعني فراس الخطيب انا اعتقد قاعد يسوي شيء زين لفريق الفاحين، لكن في بعض الامور يحتك مع الحكم، ايش حقه؟ خله يؤدي دوره. انتم الحين احنا بحاجه الى تركيز اكثر اللاعبين في الملعب، ما احنا بحاجه الى ان نبعدهم عن هذا التركيز، لذلك يجب ان نبتعد عن الامور. ما قلت انا للاداري يتعلم يشوف، لان في بعض الاداريين يحطونهم اعضاء مجلس اداره للامانه ورئيس مجلس اداره هو اللي يدير كل شيء، هذا مو صحيح. المدير هو اللي يدير كل شيء، وانا اوصل هذا لمجلس الاداره عن طريق تقارير، عن طريق هذا واقع حاصل، هذا واقع موجود. وعلما ان هناك يعني دائما احنا ندعو للاستقرار، وانا اعتقد مجالس ادارات الانديه اللي موجوده حاليا لها كذا سنه وهي مستقره في انديتهم. وين وصلتنا؟ ها؟ وين وصلونا؟ هذا هو السؤال. وين وصلونا مجالس ادارات الانديه؟ مجالس ادارات الانديه احنا بنقول نبي الاستقرار، نبي الاستقرار. ايه؟ انا اعتقد مجالس ادارات الانديه كلها لها كذا سنه وهم اعضاء مجلس اداره في الانديه. اللهم الا يمكن حصل تغيير في يمكن ناديين او ثلاثه فقط. يعني بمعنى بعض الانديه يمكن لهم على 14 سنه
تزكيه 10 سنين وهم اعضاء مجلس اداره. اذا انا هذا ما عندهم القدرات والامكانيات. اذا انا مسيطر على الجمعيه العموميه حتى لو ما كنت زين راح موجود مستمر. هذا مو تقييم. هذا مو تقييم. اذا القوانين ما تتغير يا ابو مشعل ما راح يصير شيء. ما راح. اذا القوانين ما تتغير ما راح يصير شيء. بس القوانين تدخل مباشر بالحكومه خلاص. تدخل فيها تماما تتغير تماما من احسن ما يمكن. ويجون اهل الرياضه ويحطون القوانين وهم فيها وتصير فيها اخذ وعطاء للمصلحه العامه وليس لمصلحه اشخاص. الان كله لمصلحه اشخاص والناس. رياضه للرياضه. نحكي ونتكلم ونقول وايد تكلم ولازم نسولف لازم نحكي لازم اقول لك يعني العالم طالبك. تو ذكرت بشغله مساعد تفضل. يعني الان مساعد لما الكابتن سعد يقول تداخل البطولات انا مو وياهم تمام. اكو لاعب دش الملعب ويا مباراة نادي العربي عربي ايه اثنين خوش شنو تعطيك انطباع على التنظيم وعن مستوى الاتحاد؟ اثنين دشوا؟ اثنين الاتحاد شكو حلق هو المسؤول عن البطولة؟ اوكي يعني انا رئيس الاتحاد او معظم الادارة ويا واحد ركضه ودش داخل بمسهل تفضل. انت حدث صار احنا ما نتبلى صار ولا ما صار؟ صار دش لاعب ولا ما دش؟ دش احد من لجنة التنظيم الجمهور مو لاعب الاتحاد لو بيد سكي اكو احد لجنة بالاتحاد تكلم قال بعدين يقولوا لك انت قاعد تهاجمهم. اكو احد يتكلم قال شنو اللي صار؟ هو سؤال الحكم ايش سوى؟ هل وقف اللعب؟ بعدين وقف وش كان شغال اللعب بعدين وقف اللعب. انا بس دور الحكم ليه ما يطلع الحكم دوره بالملعب يا ابو مشعل. اوكي هو بالملعب الحين هذا من الجمهور ديش وراح حق الحارس زين. هل الحكم صفر وقف اللعب؟ وبعدين وقف متى وقف بعدين وقف لاعب دخل راح حق حارس المرمى والهجم علينا الكره كانت بالناحيه الثانيه والهجم علينا بعدين وما شاهف الحكم ووقف مع الحارس وبعدين طلع زين. يعني هو ما كان في ام يعني حادثه اي نظام يعني نظام لا تحصل صارت هذا النظام. انت عندك ام شوف كاس العالم قاعد تشوف ام وما تتوقع ويدخل داخل الملعب صح. هذا اسوي بس ما يخلون يروحون ابو محمد يعني راحوا له على طول ما خلوه يصحى حتى اللاعب إيه؟ هذا لاعب وقف عند اللاعب إيه؟ ماكو احنا خلينا نكون ابو مشعل واقعي خلينا نوخر الان الانديه ونوخر الاتحادات. احنا نخاطب الان رئيس الحكومه الشيخ سمو الشيخ احمد نواف وهو رياضي ويعرف تماما في الدول الان كل جميع دول العالم قاعد تهتم بالرياضه لان مشروعها هي مشروعها في منها استثمار في منها اعلام قوي خلق رياضي اولمبي ينافس في البطولات محطات اعلاميه تتجه الانظار كلها عليك. فلازم قلت لك انا يا ابو مشعل اذا هذا الشيء تطوير الرياضه في جميع لعباتها مو بس كره القدم اذا ما كان مشروع دوله لان الان في المرحله القادمه اذا كان مشروع دوله احنا نحتاج الان الى تعيين علشان نطور المنظومه هذه ونغير قوانين. ترى القانون ما هو قران ما يتغير. حط قوانين للافضل. وانا اعتقد ان حتى المنظمات الدوليه ابو مشعل راح تساعدك وراح تكون عون لك لان هي المستفيده لما تتطور باكر عندك بتنظم بطولات في عندك دورات اولمبيه وبالتالي انت تروح يا جماعه الخير تقعد معاهم ممثل من الدوله رسمي في اوراق في نتائج في تصنيف هذه التصنيفي انا بطور وانا ادعم الرياضه لكن ماني قادر اسيطر اني انا اطور لان الجمعيات العموميه تحكم بالتالي احتاج 4 سنوات علشان انا اغير انظمتي اغير قانوني والان ابعين بيقولوا لك ايش تبي تقول انا ابي 4 سنوات عطوا ترى قطر عطوا مصر اللي هي رائده في الرياضه والان هي متجهه الى ملف 2030 لتنظيم كاس العالم غير هالحكي لا بس اخاف يا مؤيد مثل هذا الامر راح يصيح علي انا صايح ها شو يصير صايح ابو محمد المشروع الدوله مو رئيس مجلس الوزاره هو المسؤول نعم يعني سمو الشيخ احمد الحين نوى مو رئيس مجلس الوزاره نعم
ليه يعني هذا المفروض هو يتبناها، يعني المشروع الرياضي لازم يحطه ويدعمها، لان احنا محتاجين يعني شخص يدعم الرياضه، سواء تعيين انتخابات، نبي يعني نبي ادائنا الرياضي يرجع مثل ما كان بالسابق. من اللي يوقف لازم يصير دعم من سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. هذا لازم يصير مشروع، المشروع اللي احنا نطالب فيه من وقت الحين. كل مره تعتقد، عفوا ما تفضلت فيه، تفضل فيه اخوان، لازم راح لازم راح تطلع عبد العزيز العنبري وراح تطلع جاسم يعقوب مو بيوم وليله تكلم عنه، لا تكلم نظام، تحط لك نظام استراتيجي. الحين صار لنا الحين سنتين واستراتيجي، تكلمنا عن الاستراتيجي وطلعنا ذيك الايام وقالوا رئيس الاتحاد عندي استراتيجية وكأس العالم جايك 2026 وما عندك لاعبين. لا نضحك على نفسنا يا أبو مشعل، ما عندنا لاعبين، ما عندنا مستوى لاعب يمثلك في المحافل الدولية، ما عندك. إذا بتقعد على هؤلاء اللاعبين مع احترامي لهم، مو هذول اللي تروح فيهم بعيد. لازم عمل، يعني عمل إداري وعمل فني، تستقطب مدربين على أعلى مستوى ونبديها يعني أمر نبديها بالأندية. يعني تكلم عن المسابقات اللي ما أدري، أنا أبو خالد أول مرة أسمع 17 و19 ماكو بطولة صراحة. هذه كارثة. مع العلم أعتقد هذه موجودة في الاتحاد الآسيوي. ما أدري هذا ما صح ولا لا. إذا هذا الكلام صحيح يا ليت واحد يطلع يفهمنا، يعني صج هالكلام، إذا صج هالكلام كارثة. تفضل. عين مسع قالوا عن المشجع يدش الملعب، في أمن ما كان في أمن الملعب ولا الشرطة ولا ما كان فيه؟ لا بد يكون في أمن. يعني الحكم لا يمكن. أنا أقول لك شلون صار في أي رياضة ما في أمن؟ لا بد يكون في. ما كان موجود أمن. ها؟ ما كان موجود. ما شلون صار؟ ما يقدر حكم المباراة. هذا كثير من المباريات الحكم. بمشال. هذا. ما يبتديها إلا بوجود الأمن. هذا. والحكام اللي يمشونه. ها؟ حكام اللي يمشونه. اسمعني بمشال. اسمعني بمشال. أنا موجود الملعب قاعد أشوف. بمشال. صار ولا ما صار؟ صار. إيش حقت تسأل؟ ها؟ إيش حقت تسأل؟ وين الحكم؟ وين شيء صار قدامنا احنا ما تكلمنا عن شيء. انا تفاجأت اشوف كل شيء، والولد ونس نفسه وركض وعبر. هذا لو بينا زين باقي نقول شيء. اسمعني تفضل. ومشى وطلع خوش زين. هذا يبين لك ان الجماعه ما حد يدري عن شيء. بس لما تيجي تقول هذا الكلام تجد انك انت تدخل بحسابك. هل هذه المشكله مشكله الوالد اللي دش، ولا المشكله ما تفضل في ابو خالد مؤيد في موضوع الامن المسابقات؟ خلنا من الامن ولا الموضوع هذا؟ لا هذه اتفه شيء انت ما عرفت تحلها. هذه عابره ابو فواز، هذه عابره، لكن هذه مي عابره اللي ما تفضل. بلوه هذه، بلوه مال التسع. هذه بلوه. لا انا ما ادري عنها للحين توني اسمعها. 17 بالانديه ولا بالاتحاد؟ لا الانديه. الانديه ما فيها 17 مو مشاركه في المسابقات. عندها مسابقات في مسابقات اي كان بالاتحاد او بالانديه. نادي ممكن ما عنده 17 يا جاسم. مو مشاركه نادي ما عنده. أكيد ممكن ما عنده في المراحل السنيه هذه 17 ما ادري، لكن كاتحاد موجوده هذه. أنا أقول أيك أبو محمد بالاتحاد أو الأندية كارثة. نادي لا ما كارثة حتى على مستوى الأندية كارثة. لا إذا هذه مو موجودة هذه مصيبة.
باكر راح اعرف. لا هذا ما أنا لازم لازم نعرفها. نادي يمكن نادي مو قادر. اي نادي انا نادي نادي مطابقه فيه. شو مو قادر ابو حمد؟ نادي ما عنده لاعبين تحت سبعة. لا لا ابو خالد ما عنده سبعة. ابو خالد قال لا قال انه ما في مسابقه. لا 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 مو مسابقه. ايش تقول؟ لا لا انا قاعد اقول لك احد الانديه اللي نجحوا يسولف وياي عضو الاداره. بس خلنا نفهم عضو مجلس اداره يقول لي احنا هنا استلمنا النادي عندنا مسابقه 15 ما عندنا فريق 17 عشان يبين. ايه ما عنده فريق. ما عنده فريق نادي في بس في مسابقه هذه مصيبه. نادي 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 شيء ثاني اذا اتحاد في مسابقه. لا 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 اكلمك من النادي ما لهم اتحاد. ما يصير ومش على قاعد يتكلم انه من النادي ما لهم لاعب 15 النادي ما عنده لا مرحله 17 ولا 19 ينطرون على اساس يكبر لاعب يروح. هذه مشكله مصيبه النادي والاتحاد. والمصيبه مصيبه. لا لا ابو محمد انت ما فهمتني. انا اقول لك احد الاعضاء اللي نجحوا قال عندنا مسابقه فريق 15 زين 15 هذا لا الاتحاد لا بيروح وين بيروح ما عندنا مسابقه 17 زين على الاتحاد المحاسب هذا النادي طبعا هذا قال الاتحاد المحاسب هذا النادي اكبر من هذا. شوف هو قال كذي مسابقه البراعم هذه تو قال يا صديق الاسبوع الماضي تفاجئت ومنادي السالميه لان كانت عنده مشكله دقيقة إن شاء الله حاضر تسجيل بسرعة دقيقة تسجيل لاعبين مع الاتحاد الدولي وقفوه إنه ما يسجل أي لاعب. تصور إن نادي السالمية البراعم إذا بيلعبون ضد فريق ما عندهم تكملة الصغار يلعبون بسبع ثمان لاعبين أمام 11 لاعب ليش مو قادر يسجل لاعبين حتى البراعم الصغار. القرار من وين؟ القرار من الاتحاد الدولي يقول لك اي نادي عنده مشكله في تسجيل لاعبين في انه مثلا مع لاعب ما عطوه فلوسه مع مدرب الماديه نعم انه ما يحق له يسجل يحرم حتى الصغار يحرم خلي حق الحلقه حتى الصغار ترى والله العظيم مشعل ما يخاف ترى يا ابو محمد لا لا لازم اقول الكلام هذا 30 دقيقه ما يخاف عشان لا نظلم احنا هاجمنا الاتحاد الاتحاد فهمنا إيه؟ غلط طلع النادي واحنا ما هاجمنا الاتحاد احنا هاجمنا الاتحاد إيه؟ احنا لا 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 نادي قال نادي تحمل نادي تحمل المسؤولية وحاسب النادي مو لازم يحاسب النادي لازم الاتحاد يحاسب النادي. اول مشاهد الكرام وصلنا حقيقة الى ختام برنامج لي هذه الليلة ويمكن في اللحظات الأخيرة شوية اعتد الحلقة الجاية نكمل من هالنهاية كل هذه من هذه النهاية على الخير والمحبة دائما نلتقي تقبل تحيات أسرة برنامج الديوان تصبحون على خير.